فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه المسألة وهي: هل الإنسان ميسر أو مخير؟ يقول ما القول الفصل في هذا؟ هل الإنسان مسير ما هو ميسر؟ مسير أو مخير؟ مسير ومخير من جهة أفعال الله فيها التي لا يقدر على دفعها من مرض أو فقر أو غنى، هذه مسير فيها، ما له فيها حيل. الموت أيضا يموت، هو يحب الموت فيحبه، ولكن هذا بقدر الله لا يستطيع دفعه. أما أعماله هو، أعمال العبد هو، فهو مخير فيها، هو مخير بين أنه يطيع أو يعصي، يعني تخيير قدرة، ما هو بتخيير شرع، تخيير قدرة باختياره، يعني يفعل الخير باختياره ويفعل الشر باختياره، تخيير من حيث قدرته هو، هو المخلوق، الله أعطاه قدرة وأعطاه علم وأعطاه معرفة في الأشياء، فهو يفعل الأشياء باختياره لا بإجبار الله له، فهو الذي يعصي وهو الذي يطيع وهو الذي يصلي وهو الذي يتصدق وهو الذي يجاهد وهو الذي أيضا على العكس يترك الصلاة، يترك يجحد الزكاة أو يمنعها إلى آخره، هذا باختياره هو. نعم، فهو مسير من جهة أفعال الله، مخير من جهة أفعاله هو. نعم.